كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حواديد الاطفال كلنا واحنا عيال صغيرين كنا نحب قوي لما الام نعيط او نبقى مش عارفين ننام او تحس الام كده ان ابنها في مشكله، كانت تقعد بمنتهى الهدوء تقعد تحفظ في حواديد وتقعد تحكي له الحواديد دي، او ممكن تقرا تمسك كتاب وتقعد تقرا كده لابنها لغايه لما ضناها وحبيبها ينام. نفس الحكايه كنا نلاقيها دايما الجدات، الجده كانت مشهوره قوي بالحواديد الحلوه اللي بتريح الطفل. دلوقتي ما بقعد مع صحابي واتكلم معاهم ما بلاقيش حد فيهم سواء من الامهات او الاباء بيقعد يحكي حكايه لابنه، يقول لك يعني هديله الايباد ولا هديله التليفون هيقعد يلعب اي لعبه كده لغايه ما ينام او يهدى هو مع نفسه، او هشغل له اي فيلم كرتون في التلفزيون. اعتقد كل ده بيأثر تأثير سلبي جدا على الطفل. اكيد لما الام بصوتها بنفسها بروحها الإيجابية تقعد كده تاخد ابنها في حضنها وتقعد تحكي له حكاية، وتقعد وهي بتحكي الحكاية بعض الحاجات لما الطفل هيسألها فيها هتبتدي تجاوبه عليها، غير لما الطفل هيبقى ماسك جهاز يلعب فيه لعبة أو. فأعتقد إن إحنا بنفتقد في مصر فقط موضوع إن الآباء والأمهات والجدة، حتى الجدة دلوقتي دورها مبقاش موجود قوي لو تلاحظوا، يقعدوا يحكوا حكايات لأولادهم عكس بلاد عربية كتير، وعكس يمكن بلاد أوروبية وفي أمريكا وكده بيهتموا جدا بأن هم يقعدوا يحكوا حكايات لأولادهم، حتى لو مش حافظين الحكايات دي بيجيبوا كتب ويقعدوا يحكوها لأولادهم. يمكن احنا بنقعد نتهم هذه المجتمعات الغربية بأنهم ما عندهمش انتماء للأسرة وكذا وكذا وكذا، بس كل ده غلط مش صح. يمكن في المجتمعات الغربية أسر كتيرة لما بيخلفوا عيال بيشيلوا التلفزيون من البيت، ما بيبقاش فيه تلفزيون، وكل اللي بيبقى موجود في البيت الكتب والحكايات والقراءة وكذا وكذا وكذا. طبعا أنا بقول الكلام ده وأنا عارف إن كتير من الناس دلوقتي هيقعدوا يضحكوا عليا وإحنا بننفخ في قربة مقطوعة، لكن بما إن إحنا شغلتنا إن إحنا نقعد قدام مايك أو ورا مايك يعني، فإحنا من واجبنا إن إحنا نقول الكلام ده، عجبكوا أو ما عجبكوش هنقوله. معنا النهاردة أم مصرية وهي صحفية وكاتبة، من ابنها دلوقتي عنده 7 سنين وابنها عنده 4 سنين كان بيقعد يسألها أسئلة وهي مش عارفة تجاوب، وكان بيحتاج ان هو يتحكي له حكايات. قعدت اتعلمت ودرست وبحثت واجتهدت وعملت كتاب لحكاية الأطفال، وكتاب في بعض إجابات عن الأسئلة اللي ممكن الأطفال يسألوها. هي قاعدة معنا النهاردة هنسألها الكتاب ده فيه إيه وإيه الفكرة جات لها إزاي. نرحب أستاذة مي عبد الهادي، كاتبة وصاحبة مبادرة حدوتة باسمك، أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أنا وأنا بقدمك قلت صحفية ده صح أوكي، صحفية وكاتبة عشان ما بقاش غلط في حاجة. إزيك يا مي؟ أنت مشرفانا النهاردة ومنورانا في كلام خفيف. احكي لي كده في الأول قصتك مع ابنك. والله أنا أم اسمه يوسف. أنا عندي يوسف وطولاي. وطولاي؟ أه ربنا يخليهم. ربنا يخليك. يوسف عنده 7 سنين. يوسف زي كل الأطفال بيبقى عنده أسئلة كتير، عايز إنه أنا بالنسبة له حلقة الوصل بينه وبين الكون كله، فعايز يكتسب معلومات، عايز يعرف حاجات. كانت الأول أسئلة عادية إحنا كأمهات بنشوفها زن، يعني مش كل شوية تفضل تسأل يعني، دايما كل أم بتشوف إنها مش فاضية. دلوقتي أنا سايقة، بعد شوية أنا بطبخ، بعد شوية أنا بعمل معرفش إيه، أنا مش فاضية. مع إن يعني أولوياتنا المفروض إحنا البداية أنت أم، ده أهم من أي حاجة تانية، يعني هو رقم واحد وبعد كده كل حاجة في الدنيا تيجي بعده. أنا عملت وقفة مع نفسي كده ولقيت إن أنا لا مش مهتمة قوي بالقدر اللي هو يستحقه، ولقيت وهو بقى اللي لفت نظري لده من كتر الأسئلة الكتير اللي كان بيسألها لي، ولقيت إنها مش مجرد إجابات، الإجابات دي هي اللي هتعمل منظومة القيم عنده من غير ما نقول شعارات يعني، بس فعلا الأسئلة دي إجاباتي عليها هي اللي هتعمل فلسفته هو في الحياة، والأسئلة دي إجاباتي أنا عليها هي فلسفتي أنا في الحياة. تربيتي يعني من خلال الاسئله، بس هي الفكره انا اصلا ايه اللي انا مؤمنه بيه، وايه مدى مثلا ايماني بتقبل الاخر ولا الحريات ولا انا إيه فلسفتي انا في الحياه. انا بشوف ان التربيه دي فن، فهي مش حاجه سهله ولا حاجه بسيطه، احنا كلنا محتاجين نذاكر تربيه بشكل كبير. اي ام واب محتاجين يخلفوا الكلام ده، انا بقوله في كل برامجي في كل حته، اذاعه لازم يذاكر
قبل ما يخلفوا المفروض يبقوا فاهمين انهم هيجيبوا بني ادم، والبني ادم روح، ومش اي روح، يعني احنا البني ادمين الانسان ده في ربنا نفخ في سيدنا ادم، فاحنا فينا حاجه، فلازم نبقى محترمين الروح دي طبعا. فالناس قبل ما تخلف انا معرفش ليه ما بيقعدوش يحسبوها ان هنجيب روح، هنجيب بني ادم هيتعامل مع الكون ده ازاي، وهيتعامل مع نفسه ازاي، وهيحترم الناس ازاي، بس ده ما بيحصلش. هو يعني مثلا من خبراء التربيه المعروفين قوي جين نيلسون بتقول ايه، انه لازم من مبادئ التربيه ازاي يعني تحترمه، ما هو طرف في المعادله، هو مش مفعول بيه، مش طول الوقت انت قاعد، هو مش امتداد ليا والاحلامي والافكاري. انا مثلا ما عرفتش ابقى مثلا دكتوره، ولا ما عرفتش اكون اي ان كانت الوظيفه اللي انا كنت عايزاها، فانا عايزاه يطلع بقى هو امتداد بقى لحلمي ده. لا، ده انسان كائن مستقل بذاته، المفروض نحترم ليه بصمته الحياتيه، غير هو بني ادم غيري، وممكن يبقى تاثيره اكبر بكتير في المجال، وليه قدرات تختلف عن غيره. يعني من الحاجات اللي الامهات دايما بيقعوا فيها فكره المقارنه. انت لازم تطلع في السباحه زي فلان. انا بشوف امهات بيسحلوا ولادهم عشان يروحوا التمرين. لازم يكون حابب، لازم تسيبيه يجرب حاجات كتير، هو خلاص مش داخل اولمبيات. يعني لازم تسيبيه يجرب كل حاجه، يعني ولازم تديله مساحه من الغلط، انه يغلط هيتعلم ازاي لو ما غلطش. صحيح. ولازم ما تعاقبهوش قدام الناس. ده الحاجات احنا بس بنحافظ، انا من خلال حتى الحواديت دي انا بحاول احافظ على الفطره. احنا كلنا اتولدنا على فطره سليم، كل البشر كلنا متساويين في كل حاجه، بنلوثها بعدين، احنا بنلوثها من خلال تعامل شاذ وسيء وموروثات غلط وافكار سيئه كلها غلط. فغلط لما نقرا، لما نرجع نقرا من الاول وجديد، نقرا في الاديان كلها، نقرا في علم في الفلسفه، نقرا في كل حاجه. انا كاتبه في مقدمه الكتاب لازم عشان تكوني ام تبقي قاريه في حاجات كتير قوي، لازم تكوني قاريه فلسفه وقاريه دين وقاريه في كل حاجه. اول كلمه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا اقرا، واحنا ام لا تقرا للاسف. بس بالنسبه والله انا شايفه دلوقتي ان في يعني جيل جديد من الامهات، خليني اقول يعني تراند شويه، انه الناس بدات تهتم شويه بالتربيه. يعني انا ما بروح احضر اي كورس في التربيه بفرح قوي والله، يعني ده يعني بتدمع ما بلاقي امهات كتير مهتمين يعملوا ده ومهتمين يحسنوا. والمفاجاه بالنسبه لي لما عملت الجروب، انا كان مجرد جروب كده على الواتساب، يعني ما تخيلتش انه يعني لا اسال الجروب. احكي لي برضو ابنك الاسئله كان مسالك ايه؟ ربنا شكله ايه؟ ربنا فين؟ طب ليه هو شايفني وانا مش شايفه؟ طب ليه مثلا فلان ده مشلول؟ ده كان عنده كام سنه؟ اربع سنين. اربع سنين انت عارفه انا بنتي عندها 3 سنين بتسال. انا اعرف واحد قريبي عنده 4 سنين، فمره قلت له يعني الواحد المفروض يقعد يتكلم مع ربنا وكذا وكذا، عارف اعمل ايه؟ جاب سجاده الصلاه وفرشها وراح نازل حاطط سجد تحت، حط ودنه على السجاده، وراح لقيته بيقول ايه؟ الو حبيبي. بقوله هو في تفكيره يعني بتقول الو لمين؟ يعني انا بكلم ربنا دلوقتي. ايوه انا بتصل بتصل. فالبدايه كانت قال له انا سايبه براءه طبعا، سبته. قلت له طب كمل وريني بقى هتقول. الو يا رب انت اكيد سامعني عشان انت بتسمع كل الناس دلوقتي، انا عايز كذا وكذا 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 وكذا، وبعدين في الاخر هقول له باي باي. ما هو انت سيبه بفطرته، يعني ما تقعدش تقول له لا اسكت وحرام. طبعا. لا لا لا. يعني انا مثلا انا ابني يعني حتى الجزء ده انا عاملاه في الكتاب قايله له يعني انت لازم كل يوم بالليل نفسك في اي حاجه تكلم ربنا، زعلان من اي حاجه تكلم مع ربنا. وفعلا يعني هو بدا ده يعمل مصارح، يعني في صله موجوده، هو يبدا يحس. يعني انا ضد الاجابه يعني ايه اللي هو ايه، في احنا عندنا تابوهات كده وعندنا اجابات كده ثابته ما بشوفهاش انها صح قوي. إيه ربنا في السماء؟ لا، هو ربنا في معاك حتة. في كل مكان. ربنا حاسس بيك. عرفوا الاطفال ربنا بالحب. ربنا بيحبك مش بالخوف. طبعا ربنا بيحبك، ربنا بيغفر لك، ربنا بيسامحنا. صحيح. كتير قوي الامهات، وهحكي لك برضو قصه تانية حصلت لحد من قرايبي، بيخوفوا العيال من ربنا. انت لو ما عملتش ما اكلتش الاكل ده، الرز ده على فكره ربنا هيوديك النار وهيجري وراك يوم القيامه. فده بقى حصل ايه؟ مره برضو كنت قاعد مع طفل كان عنده 5 سنين او حاجه زي كده، فطلع عارفه الشيوخ اللي بيقعدوا يزعقوا، اوكي، وعملت. فالولد اول ما القناه دي جت بالغلط على الشيخ ده، عارف الولد قال ايه؟ شاور على الشيخ وقال لك ايه؟ ربنا اهو. لا هو مش فاهم. فاهم؟ مش فاهم، هو شايف راجل دين وبيزعق ورحت قالب المحطه على طول. انا لا يا حبيبي، ربنا بالحب بالظبط. يعني هتلاقي الطفل بجد علمنا الولاد غلط. لا والله الاطفال اللي اتربوا فعلا التربيه هي اصلا التربيه الايجابيه، هي التربيه بالحب. انه ازاي يطلع شخص محب، فيطلع يعني متصالح مع نفسه. صح. يطلع انسان سوي وسعيد. احنا كل اللي عايزين نوفره للاطفال مش لازم يطلع جهبوز من الجهبزه، مش عايزينه يطلع عيل. لا، انا عايزه انسان سوي. هيطلع ازاي سوي غير لو ما وفرناهوش طفوله سعيده؟
محتاجين طفولة سعيدة. موضوع بسيط. بقى قررت تكتبي الكتاب. ايه اسمه ايه الكتاب ده؟ ارد اقول له ايه؟ اسمه ايه؟ ارد اقول له ايه؟ ارد اقول له ايه؟ الكتاب اسمه ارد اقول له ايه؟ ايوه. انا فكرت بتقولي ارد اقول له ايه؟ بتقولي انا. لا لا. حلو قوي الاسم ده. ما انا مش عارفه ارد اقول له ايه. ده كان من 3 سنين؟ الكتاب لا بقاله 12 من سنة. من سنة؟ جهزته سنتين. ارد اقول له ايه؟ كان في معرض الكتاب اللي فات. برافو عليكي. طب احكي لي كده الكتاب ده بقى فيه كل الردود. متقسم هقول لك. هو متقسم اول حاجه انا كأم خايفه من ايه، عايزه ازرع ايه في ابني، وخايفه من ايه، وانا اصلا هل اقدر اعمل ده، انا واقفه على ارض صلبه ولا لا. انا ما كنتش واقفه على ارض صلبه. انا كنت بعاني من اكتئاب ومتلخبطه ورحت للدكتوره تساعدني. انا نفسي لازم ابقى انا انسانه متزنه نفسيا، اعرف اتجاوز المحن اللي كلنا بنمر بيها. على فكره احنا كلنا بعد محن معينه بنحتاج اعاده تاهيل نفسي. صحيح. ده طبيعي ونطلب المساعده وده مش عيب عشان نرجع تاني نحافظ على يعني ان احنا اسوياء. فبعد الكتاب ده بالنسبه لي انا شايفه ان انا اتربيت مع ابني. يعني انا بربي، انا فعلا اتربيت معاه. بدات اراجع حاجات كتير جدا. انت تربيتي كأم بتربي نفسها ازاي تتعامل مع اولادها كانسانه كمان. ان انا كمان بدات، انا كنت شخصيه سلبيه جدا. مثلا اي في اي معركه في شغل ولا في اي حاجه، باي باي. ما خلاص باي باي فعلا. باي باي. قدم استقالتي. لا لا لا. خالص. ومش صداميه، بس عرفت بعد كده ازاي الانسان يقدر نفسه، يبقى قاعد مستريح مبسوط، يعني يعرف يتجاوز ازاي الحاجات من غير ما يبقى اذي نفسه. دايما يا مي بقول للناس بالذات الامهات، بقول لهم علموا عيالكم يحبوا نفسهم. عشان لو العيل لان العيل لو ما حبش نفسه مش هيحب اي حاجه في الدنيا. مش معنى ان هو يحب نفسه يبقى مغرور، بس يبقى حابب نفسه. او هيبقى حاجه تانية هقول لك، لو ما حبش نفسه هيبقى طول الوقت بيستجدي الحب من الاخرين. ومش حاسس ان هو جدير بالحب. صحيح صحيح. وده غلط. كملي لي. وبعدين يعني هو متقسم الاجزاء دي، وفي اجزاء بقى جزء كبير كده ساخر يومياتي انا معاه كأم والحوارات اللي بيننا، وازاي انه ما بعرفش اجاوب ساعات على حاجات، وفي حاجات ممكن بتكلم فيها عن اخطائي انا في التربيه بقى، ان انا بغلط ساعات في حاجات انا عامله، يعني انا عامله ستريس على الحاجات اللي انا غلطت فيها. الكتاب ده موجود في السوق؟ موجود. اسمه ايه تاني؟ ارد اقول له ايه. ارد اقول له ايه. وبعد كده الشابتر الاخير دكتور ايهاب عيد ده استاذ سلوكيات الاطفال، مجاوب بقى بشكل علمي واكاديمي كل الاسئله المحرجه والاسئله الصعبه. الاسئله الخاصه دي تبقى صعبه قوي جدا. يمكن دي اصعب حاجه. طب يقول لي الاسئله الدينيه وكده، الواحد ممكن يعرف يجاوب. مش بس الدينيه، انت عارف كل حاجه مرتبطه بالصدق بالامانه، حاجات هتبني قيم عنده. هو هيشوف حاجات بتحصل قدامه غلط في المجتمع، ازاي انا بقى احصنه اللي هو اربيه واحصنه ان هو ما يعملش كده، ازاي يتقبل فكره الحريات. او ان في يعني حاجات انا مثلا في حاجات عايزه ازرعها مش لازم خالص هيلاقيها بره. وفي نفس الوقت يحترم بقى ده، يحترم الاختلاف ده، ما يبقاش بقى فكر نفسه واصي على الناس كلها. اوكي. طيب ده اول مشروع ليكي، مشروع كتابه. اول مشروع لي للاطفال، او مش للاطفال، هقول للامهات والاباء، مش لان برضو دور الاب ده مهم. مش معنى ان الام هي اللي بتحكي اكتر او مرتبطه، الاب لازم يقرا. لا، عايز اقول لك الاقبال على الكتاب من الابهات كان بالنسبه لي كبير. والله شيء لطيف قوي، بتطمنينا على الجديد. طيب هنسمع اغنيه ماشي، نرجع بعد كده نكمل معاكي تقولي لنا هتعملي ايه في الفتره الجايه. بشكرك ان انت طبعا معانا النهارده وعلى الكلام الحلو اللي عملتيه. انا اللي سعيده والله. طيب هنسمع اغنيه بعد كده نرجع لكم مره ثانيه مع ضيفتنا استاذه مي عبد الهادي. خليكم عندنا لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية بنتكلم عن الأطفالنا الصغيرين والحواديد اللي هما بيبقوا محتاجينها والأسئلة اللي بيسألوها وإزاي نجاوب عليها. وخلونا مرة تانية رحب ضيفتنا النهاردة، مشرفانا ومنورانا في كلام خفيف، أستاذة مي عبد الهادي الكاتبة وصاحبة مبادرة حدوتة باسمك. احكي لي عن المبادرة دي بقى، ما اتكلمناش عليها. المبادرة اسمها حدوتة باسمه، هي باسم اي طفل يعني ايا كان. الهدف منها ان احنا ندعم طفل نفسيا او نزرع قيم او ان احنا نحاول نعدل سلوك معين. المبادرة كانت بدأت ان انا كنت بعمل حواديت لولادي، انا ما كنتش بلاقي حواديت مناسبة ليهم خالص. لما بدور ما بلاقيش حاجة عصرية ومناسبة لشخصيتهم وتشدهم بقى في الوقت اللي احنا فيه، ما تبقاش ساذجة، ما تبقاش مباشرة النصايح فيها. فكنت بعمل ريسيرش كتير ما بلاقيش، فبدأت انا ألف لهم حواديت. فبدأت ابعتها لاصحابي على الواتساب، بعدين كل شوية بقى واحدة من صحابي تطلب حدوتة باسم ابنها علشان بيعمل كذا علشان كذا. بدأت اعمل حواديت باسمائهم، فلقيت ان الموضوع زي الشاطر حسن مثلا، فبتعملي الشاطر مثلا فلان، في مثلا الامير كان. علي امير الزمان. في مثلا عمر وجنون الكوره. في نادين والفيتامين. كده مسميهم كلهم. فكلهم باسماء الولاد. فهو برضو لما يحس ان هو محور اهتمام او ان هو بطل القصه بيلتفت اكتر، بيبقى مبسوط بده جدا يعني. أكيد.
بس بدأت أعمل جروب على الواتساب، وبعدين الجروب بقى 17 جروب. اتكلمت مع أصحابي سارة ربيع وبوجه لها كل التحية، وإيمان منجود. سارة ربيع بتسجل الحدوتة الإنجليش، وإيمان منجود بتعملها فرنش، وياسمين نجيب بتعملها ألماني، وبدأنا بقى نعملها بالأربع لغات. ليه حاجتك منتشر أكتر في برا مصر مش جوا مصر؟ مع يمكن عشان متعطشين يعني. انا مثلا في ناس في كندا، ناس في استراليا، ناس في السويد، جنسيات تانية مش مصريين بس، مغاربه ولبنانيين. بيتواصلوا معاك ازاي؟ من على هو على الواتساب. انا حطيت اللينك على على الفيسبوك، لقيته بقى الناس بتبعت اللينك. طب على الفيسبوك ناس تبعت فين؟ في كانيا مكان، صفحه كانيا مكان، او على ساوند كلاود كانيا مكان. كانيا مكان، كانيا مكان او على شفت انا صفحتي اكونت بتاعي مي عبد الهادي، بقى دايما بحط لينكات جديده. بس على الفيسبوك في صفحه اسمها ايه؟ كانيا مكان بالعربي، اكتبوا كانيا مكان. كانيا مكان هيلاقوا كل حاجه، هيلاقوا بقى كل الحواديت اللي نزلناها قبل كده يعني. طيب الفتره الجايه بتعملي ايه؟ احكي لي كده. الفتره الجايه بجمع الحواديت في كتاب ان شاء الله باذن الله، يا رب الحق المعرض، وبنترجمها لاربع لغات. انا وقدمت المبادره لوزير التربيه والتعليم، مستنيين رد برضو. طب ايه وزاره التربيه والتعليم؟ ايه يعني الكتاب ده؟ انت عايزه الدرس في المدارس ولا ايه؟ مش فاهم. لا انا عايزه الحدوته يبقى فيه فقره يعني، زي هقول لك ايه، مش عايزه اقول انها حصه كامله، بس جزء كده بنتكلم فيه عن الاخلاق، جزء صغير جدا بنتكلم فيه عن الاخلاق، وبنزرع فيهم قيم معينه من خلال حدوته. ويبقى في اخصائي نفسي هو اللي مسؤول عن الفتره دي في اليوم، وهو اللي بيتكلم مع الولاد، يكتشف الحاجات اللي مضايقاهم، يعمل تعديل سلوك. في اليابان لما عملوا تعديل سلوك للولاد او اتبعوا موضوع التربيه الايجابيه، لقوا ان السلوكيات السيئه في سته، عملوا الموضوع ده 26 مدرسه، لقوا ان السلوكيات السلبيه مش موجوده خلاص. تفتكري عندنا المدارس الحكوميه هيقدروا يطبقوا حاجه زي دي؟ انت عارفه عندهم مشاكل رهيبه. ليه لا؟ احنا بنهتمين بحاجات كتير ومهتميش نبني بني ادم. احكي لك على حاجه هتحزنك. امبارح كان حد بيحكي لي في مدرسه في الهرم، اولياء الامور دخلوا اقتحموا المدرسه، اقتحموها الساعه 2 بالليل بالعيال عشان يحجزوا الديسك الاول. انت متخيله هنوصلنا لايه؟ قعدوا يضربوا في بعض اولياء الامور قدام العيال، فضلوا مقعدين العيال من 2 بالليل لغايه 8 الصبح لما المدرسه ابتدى العام الدراسي. شوفي لما العام الدراسي يبدأ كده، شوفي لما الاطفال دول يلاقوا الاباء والامهات عمالين يضربوا بعض عشان يتخانقوا على الديسك اللي الطفل ده هيقعد عليه. شيء مؤسف. قولي لي ده هيطلع طفل شكله ايه اصلا، ولا نفسيته شكلها ايه؟ والله شيء مؤسف. احنا بنتكلم دلوقتي في ترفيه غير طبيعي الحكايه دي. لا والله هقول لك، بس ده الاساس. انت بتتكلمي في اساس. هقول لك طبعا انا حاجه، انا معاكي جدا. انا ما عملت جروب على الواتساب، ما تخيلتش عمري ان في ناس هتسمعه بره مصر. انا ما بعتش لقرايبي اللي بره. عارفه ليه بره مصر الناس بتسمعه اكتر من جوه مصر؟ انا هقول لك، مش عشان الغربه صدقيني، عشان بره في اهتمام اكتر بالتربية. بكل النواحي اللي ليها علاقه بتربيه الطفل بالانسان عموما، وبالانسان عموما احنا للاسف ده بنفتقده. عشان كده دلوقتي انت شايفه الناس ماشيه، جزء مش بنعمم، بس احنا شايفين الناس ماشيه في الشوارع شكلها ايه. شايفين الاطفال للاسف الطفل المصري مشوهين نفسيا، بقوا مشوهين نفسيا. انت قلتي من اللي انا مش عارفه اقوله. فاحنا عندنا مشكله كبيره قوي، ولا هيحل المشكله دي مش الحكومه ولا الاداره المصريه ولا اي حد، هيحل المشكله دي الاب والام. الاب والام اللي هيقعد يفكر ان هو ينزل يقتحم مدرسه عشان يقعد ابنه في الصف الاول، ده لا يصلح أصلا انه يبقى عنده الطفل بيربيه. شوفي دول بيعملوا ايه في عيالهم جوه البيت. انت عندك مشكله في مش المنظومه بقى التعليميه ولا المدرسيه. أنا ولا انا بتكلمش عن التعليم، عارف انا بتكلم في ايه؟ احنا ان المدرسه ان التربيه مشروع قومي. التربيه مشروع قومي، بس التربيه دي بترجع من البيت. هتعملي مشروع قومي ازاي جوه البيوت؟ توعي. احنا عندنا برنامج اطفال واحد. هل عندنا برنامج اطفال موجه للاطفال واحد انت شايفه يليق بالاطفال؟ في كتير، في برنامجين انا يعني بعمل يوم عندي في شارع شريف، وفي سلمى الصباحي بتعمل جميل جدا. بس هل ده كفايه؟ لا مش كفايه. واحنا اتربينا على برامج ماما نجوى وبابا ماجد وماما عفاف والكلام ده، احنا محتاجين برامج. خلي بالك بس دلوقتي الاطفال برضو طريقتهم وتفكيرهم مش هينفع معاهم النوعيه دي من البرامج. انا مش عارف الحل في ايه. لا انا بقول لك اهو، الولاد طول ما انت بتشركهم معاك بتتكلم باللغه اللي بيفهموها ومحترم تفكيرهم، ما تستخفش بيه، هتاخد منهم يعني خلاص. ما يعني هو يجي معاك في البرنامج ناقشه بالطريقه الاسئله اللي بتحترم. ايوه مش اسئله ساسكه، ما تتعاملش معايا يعني ان هو بيبي. لا هو مش بيبي على فكره، 3 سنين ومش بيبي، يبقى فاهم كويس جدا. وفي كمان فتره كان فيها برامج اطفال، بالنسبه لي مش برامج اطفال،
يعني لما مذيع او بقى نجم دلوقتي يعني يجي يتكلم الاطفال يقول لهم يعني ايه عولمه، فالطفل يتلعثم ويبقى مش عارف يتكلم، وان الكبار يقعدوا يضحكوا عليه. دي مش برامج اطفال، لان حتى طريقه برامج الاطفال الناس فاهمها غلط. يقول لك ما هو في فلان بيعمل فيه، لا هو بيضحك، هو بيسخر من الطفل عشان الكبار يضحكوا عليه. لا هو بره بيعملوا برامج اطفال حلوه قوي طبعا. انت لو عملت، انا يعني لو انا شايفه مثلا لو عملت برنامج واقعي، برنامج بيجي من محاكاه يوم في حياه طفل، بتتكلم مثلا عن الخناقه اللي بينه وبين مامته وهم رايحين النادي. خلي بالك ان القنوات الفضائيه عندنا مش مهتمه بده، بيقول لك برامج الاطفال ما بتجيبش سبونسرات وما بتجيبش رعاه يعني، وما بتجيبش فلوس عشان ولا اعلانات. بقول انه مشروع قومي. زي ما احنا مهتمين بالفن وبنعمل مهرجانات كويسه وشابوه لاي حد يهتم بالفن، يعني محتاجين برضو حد يهتم ويتبنى التربيه، محتاجين رجال الاعمال يتبنوا ده. نتمنى ذلك. انا بشكرك انت نادره، شرفتيني نورتيني، ربنا يخلي لك ولادك. ميرسي والله، انا اللي سعيده معاك قوي. وميرسي قوي ان انت ام مش انانيه، عملتي تجربه ولادك وحبيتي ان كل الامهات ياخدوا هذه التجربه، فبشكرك على كده نيابه عن الامهات كلهم. انا اللي بشكرك. ميرسي لمي عبد الهادي الكاتبه وصاحبه مبادره حدوته باسمك على وجودها معانا النهارده في كلام خفيف على نجومه فام. رب نكون كنا ضيوف خفاف عليكم خلال الساعتين اللي فاتوا، وان شاء الله نكون معاكم في نفس ميعادنا يوم الثلاثاء الجاي باذن واحد احد، يوم الاثنين الجاي باذن واحد احد في نفس ميعادنا 3 عصرا بتوقيت القاهره. شكرا لكم وسلام عليكم. كنتم مع كلام خفيف مع شريف مبكور على نجومه فام ونجومه فام تي في.